مرحبا، مرة جديدة بدي رحب فيكم ببرنامج مدرستي. أنا شمس، أنا بعلمكم مادة الرياضيات. فيي أسألكم، تعدتوا من الواحد للعشرة؟ برافو، أكيد كتير شاطرين. طيب فيي أسألكم مثلا، كيف فينا نقارن الأحجام؟ كمان بدي أسألكم عن الأشكال. ذكرتون دائرة، مربع، مثلث ومستطيل. أنا أكيد أنه أنتو صرتوا تعرفون كتير منيح، وأكيد أنه أنتو عم تتدربوا بالبيت وتكتبون على الدفتر وتقرون وتشوفون من حولكم وتجربوا أنه تطبقوا الأشياء اللي تعلمتوها. اليوم بحصتنا رح نعمل بعض المراجعة للدروس السابقة لحتى تتذكروها وتترسخ بعقولكم كتير منيح. بس بالبداية خلينا نستعيد مع بعض ونتذكر أغنية الأرقام. تذكرتوها؟ خلينا نسمعها كتير منيح ونغني معها، من بعدها منبلش حصتنا. جدي لديه مزرعة فيها هو يعمل، ولديه حيوانات يعدها كل يوم، واحد حمار ينهق، اثنان بطاتان، ثلاثة خراف ترعى ما ما ما، أربعة أرانب تقفز، خمسة جداء تجري، والعشرة هم عصافير يطيرون في الأجواء، ودوما يزقزقون سويو سويو سويو. My grandfather has a farm and he has animals. He works and counts them. Let us count with him. رح نعمل أنا وياكم هلأ مراجعة بسيطة للدروس يلي صرنا أخدينا لهلأ. تتذكروا لما حكينا عن قصير، طويل، short، long؟ كمان حكينا عن أقصر، أطول، shorter، longer. بعدين حكينا عن الأقصر، shortest، والأطول longest. خليني أعطيكم بعض الأمثلة على اللوح. مثلا إذا بدنا نشرب مي نستخدم الكوب. من وين منجيب المي؟ من القنينة. القنينة طويلة والكوب قصير، long short. تذكرتوا؟ طويلة قصير، كتير منيح. خلينا هلأ نتذكر مع بعض كيف ممكن يكون شيء أقصر. أقصر بعد، يعني مثلا إذا بدي آكل تفاحة وأشرب ماء
القنينة طويلة، الكوب قصير، التفاحة أقصر. شفتوها؟ فإذن تفاحة قصيرة، الكوب طويل بالنسبة لإلها، والقنينة أطول. This is shorter. This is longer than the cup. ذكرته هلأ منيح؟ خليني زيد ضيف بعد شغلة ورح نشوف أي شغلة، أي شيء هو الأصغر وأي شيء هو الأكبر. رح ضيف حبة عنب قصير أطول طويل أطول، يعني بعد كل شوي عم نطلع عم نصير أطول، قصير طويل أطول ثم أطول. إذا طلعنا هون أي شيء هو الأصغر الأقصر؟ The shortest. هل هي القنينة؟ كلا. الكوب؟ كلا. التفاحة؟ كلا. حبة العنب؟ نعم هي الأقصر. صحيح. أي غرض هو الأطول؟ قنينة المي؟ نعم لأنه هي الأطول. ملون الأطول باللون البرتقالي والأقصر باللون الزهري. إذن في أشياء بتكون الأقصر the shortest والأطول the longest. وشفتوا كيف منقارنهم ببعض؟ كتير منيح. كمان مرة بدي اياكم تجيبوا الورقة والقلم لحتى مع بعض ذكركن بعض التمارين يلي ممكن انتو تعملوها. دايما منبلش بنقطة ونقطة تانية فيها تكون قريبة منا وفينا نرسم من خلالها مثلا مستطيل، شمعة، شوكولا، اي شيء بقدر بلشو. فيني اعمل زهرة من النقط، تتذكروا؟ فيني اعمل طيارة ورق من النقط، فيني اعمل شجرة من النقط. دايما اتدربوا واعملوا نقطة، وهالمرة رح علي ايدي اكتر ورح اوصل النقط ببعضهم تعمل مستطيل طويل، مستطيل قصير short، مستطيل طويل long، short rectangle long rectangle. كمان نقطة رح علي ايدي اكتر رح اوصلهم ببعض، رح اعمل مستطيل كتير طويل، فينا نقول short rectangle long rectangle longer rectangle اطول. اكيد فيني اعمل بعد اطول نقطة، بعلي ايدي قد ما بقدر بوصل النقط ببعضهم وبعمل مستطيل اطول وهكذا دواليك. اي واحد هيدا مستطيل رقم 1 2 3 4، اي مستطيل هو الاقصر the shortest؟ 1 كلا، 2 كلا، 3 كلا، 4 صحيح. اي مستطيل هو الاطول the longest؟ 1 لأنه مظبوط هو أكثر واحد علا لفوق، صحيح. هلأ هيك صرتوا تعرفوا تقدروا تميزوا ما هو الأقصر والأطول، ما هو قصير وطويل بالنسبة للأشياء الثانية يلي موجودة حده. هلأ كمان بدي أذكركن عن بعض الأشياء اللي تعلمناها بدرسنا السابق. في كلمتين مهمين لازم نتذكرهم دايما، أشياء مماثلة وأشياء مختلفة. ذكرتون مماثلة يعني بتشبه بعضها، مختلفة يعني ما بتشبه الأشياء التانية يلي حدها. خليني ذكركن شوي عن شو عم بحكي.
مثلا اذا بحب انا ارسم دائره رح ارسم دائره اخرى مماثله، رح ارسم كمان دائره مماثله. بهود الدوائر رح اعمل وجه عم يضحك. بس هلا بدي اعمل دائره مماثله ولكن رح تكون مختلفه لانه رح اعمل وجه زعلان. مختلفه، هذه الدائره مختلفه عن الدوائر الاخرى. رح اعمل دائره اخيره مماثله للدوائر اللي رسمناهم بالاول. اذا بدي اعطيهم رقم 1 2 3 4 5، اي دائره هي المختلفه؟ the different circle. 1 كلا، الواحد هي مماثله لاثنين، واثنين مماثله لواحد ولثلاثه، 4 هي مختلفه، 5 مماثله لثلاثه واثنين وواحد. فاذا المختلف بيكون ما بيشبه الاشياء الثانيه يلي من حوله. هلا بما انه تذكرنا مع بعض الاشياء اللي تعلمناها، شو رايكم نتذكر الاغاني اللي تعلمناهن؟ انا اكيد انه في بعض الاشخاص منكم بيرددوهن بالبيت دائما حتى يتذكروا الدروس يلي تعلمناها. اول اغنيه عن الاشياء المماثله والمختلفة بتقول: هناك أشياء مماثلة لبعضها وأيضا أشياء مختلفة عن بعضها، بشكلها بلونها بحجمها بطولها، فهل هي مماثلة أو مختلفة؟ فهل هي مماثلة أو مختلفة؟ انتبهتوا؟ مماثلة، مختلفة. بدكم تعيدوها كمان مرة معي. هناك أشياء مماثلة لبعضها وأيضا أشياء مختلفة عن بعضها، بشكلها بلونها بحجمها بطولها، فهل هي مماثلة أو مختلفة؟ هل هي مماثلة أو مختلفة؟ كتير منيح، سمعت صوتكم كتير حلو، كنتوا عم تغنوا معي. هناك أشياء مماثلة لبعضها وأيضا أشياء مختلفة عن بعضها، بشكلها أو لونها بحجمها أو طولها، فهل هي مماثلة أو مختلفة؟ هناك أشياء مماثلة لبعضها وأيضا أشياء مختلفة عن بعضها، بشكلها أو لونها بحجمها أو طولها، فهل هي مماثلة أو مختلفة؟ وهلأ خلينا نستعيد الأغنية الثانية يلي هي كأنه عم نحكي على الإيقاع. بتقول هيك: أغراض كثيرة من حولنا، منها طويل ومنها أطول، أغراض كثيرة من حولنا، منها قصير ومنها أقصر. جربوا قولوا معي: أغراض كثيرة من حولنا، منها طويل ومنها أطول، أغراض كثيرة من حولنا، منها قصير ومنها أقصر. برافو يا شاطرين، ما عليتوا صوتكم، ما سمعتكم، بس أنا بعرف إنه إذا بعيدة بعد مرة مع موسيقى رح تعلوا صوتكم ورح أقدر أسمعكم. كتير أنتوا شاطرين، وهتنسوا هيدي الدروس اللي تعلمناها عن الأطول والأقصر، طويل قصير، long short longest shortest، وما تنسوا كمان عن المماثل
similar والمختلف different. وجربوا انه تشوفون دايما بالاشياء يلي من حولكم. أغراض كثيرة من حولنا، منها طويل ومنها أطول. أغراض كثيرة من حولنا، منها قصير ومنها أقصر. أغراض كثيرة من حولنا، منها طويل ومنها أطول. أغراض كثيرة من حولنا، منها قصير ومنها أقصر. وهلأ مثل ما شفتوا كنت عم برسم لكم إيدي. إيدنا فيها خمس أصابع، أنتوا إيدكم فيها خمس أصابع، إيدينا مماثلة، ولكن إيدينا أصابعنا فيهم طبعة منسميها بصمة مختلفة عن بعضنا. كل واحد عنده بصمة بأصابعه مختلفة عن الشخص الثاني. إيدنا مماثلة، بصمتنا مختلفة. يعني إذا جبنا حبر وحطينا إصبعنا بالحبر وحطيناه على ورقة، الطبعة اللي رح تطلع مختلفة عن لما حدا تاني يعمل نفس الشيء، يحط إصبعه بالحبر ويطبعه على الورقة. كل واحد منا عنده بصمة يد مختلفة، بس إيدنا مماثلة فيها خمس أصابع. كمان مرة رح أرسم إيدي مرة تاني. وإنتو كمان فيكن بكل سهولة ترسموا إيدكن على الورقة. بتحطوا إيدكن وبتمرقوا القلم من حولها. هيدا الإيد رقم واحد، هيدا الإيد رقم اثنين. رح أرسم إيدي كمان مرة، بس هالمرة انتبهوا منيح. شفتوا ايدي هالمرة كيف رسمتها؟ هيدي رقم ثلاثة. ومرة أخيرة رح ارسم ايدي، طلعوا منيح. هلأ أنا عم مرق الطبشورة حول أصابيع لأنه عم برسمها على اللوح، بس لما نرسمها على الورقة منمرق القلم حول شكل إيدنا تيطلع عنا شكل إيدنا على الورقة. وهيدي الإيد رقم أربعة. هل كل هالإيدين مماثلة؟ similar؟ أو في شي وحدة بيناتهم مختلفة؟ طلعوا فيهم منيح. الإيد رقم واحد مماثلة للإيد رقم اثنين، مماثلة للإيد رقم ثلاثة. لا، ليست مماثلة، مختلفة عن الإيد رقم ثلاثة. بينما اثنين وأربعة مماثلين، مماثلين لبعضهم. واحد واثنين وأربعة مثل بعض، أما ثلاثة فهي مختلفة. Different. One, two, and four are similar. Three is different. تبهنا منيح؟ فإذن في كتير أشياء ممكن تكون بتشبه بعضها، وفي أشياء كمان ممكن تكون مختلفة. صح إنه نحن عنا الإيد مماثلة كلنا فيها خمس أصابع، بس يمكن حدا إيده تكون أصغر وحدا إيده تكون أكبر، هيك بتكون مختلفة مش نفس الشيء. أو مثلا يمكن نحنا أنا طويلة، بس لما يوقف حد حدا كتير طويل بصير أنا أقصر منه، هو أطول مني. يعني مش مماثلين، مختلفين. بس تعرفوا ما بيعني هيدا الشيء إنه إذا حدا
أطول مني يعني أحلى مني، أو إذا حدا أقصر مني يعني أقوى مني. الله خلق كل واحد منا مميز ومختلف عن الآخر. يمكن لون شعرنا مش مثل إخوتنا أو رفقاتنا أو جيراننا، مختلفين ولكن نحن حلوين وهن حلوين. يمكن لون عيوننا مش مثل جيراننا، لون عيونهم هن أخضر ويمكن خي لون عيونه أزرق وأنا لون عيوني بني. هل نحن يعني منكون مماثلين؟ كلا، مختلفين، بس كل واحد منا حلو جميل، الله خلقه مميز وجميل. أنا أكيد أنه أنتو صرتوا تعرفوا تميزوا ما هي الأشياء المختلفة والأشياء المماثلة، وإذا بدكن فيكن تلبسوا نفس اللون، لون مماثل. مثلا يمكن تقولوا هلأ خلينا كلنا نلبس كنزة لون أحمر ريد، تلبسوا كلكن كنزة لون أحمر، بس بيكون اللون مماثل، بس يمكن وحدة كمة قصير وحدة كمة طويل، بيكونوا مختلفين. مماثل اللون مماثل صح، ولكن الشكل مختلف، different. The color is similar but the shape is different. The style is different. تبهنا كيف؟ كمان يمكن تختنا نحط عليه حرام عليه ورد كبيرة لونه بني، بس خينا رح يحط على تخته حرام كبير عليه ورد كبيرة بس لونه أزرق. الحرام مماثل رسمة الوردة، مماثلة للوردة، لكن اللون مختلف. فإذا كتير مهم هيدا الشيء إنه نعرفه، ننتبه له، نفكر فيه ونشوفه بالأشياء يلي من حولنا، لأنه إذا عن جد طلعنا رح نلاقي كتير أشياء مختلفة وكتير أشياء مماثلة. وإذا عزمتوا أو عزمتوا رفقاتكم تياكلوا معكم، الصحن يلي رح تاكلوا فيه يمكن يكون مماثل لكل الصحون الباقيين مثل بعضهم، بس إذا لعبتوا بالطابة يمكن الطابة تكون مختلفة. ذكروا دايماً هيدي الأشياء المهمة كتير وضروري إنه نحنا نحفظها منيح ونتذكرها على طول. رح نشوفها، رح ننتبه لها، وإنتوا لأنكم شاطرين رح تتمرنوا عليها دايماً، ورح تتمرنوا كمان. وهتنسوا هيدا التمرين يلي بنعمل نقطة وبنعمل نقطة وبنوصلهم ببعض، هيدا الشيء بخلينا نتذكر القصير والطويل والأطول والأقصر، وهيك بنصير كتير شاطرين وبنعرف كل هيدا المعلومات المهمة. هل هذا طويل؟ كلا. هل هذا قصير أم طويل؟ نعم هذا قصير. ما هو الأطول؟ نعم. هل هذا طويل؟ كلا. هل هذا قصير أم طويل؟ نعم هذا قصير. ما هو الأطول؟ نعم. وهلأ وصلنا لفقرة الأشغال اليدوية يلي فيها رح نتذكر الأشياء اللي تعلمناها اليوم. مش رح استخدم الكرتون، رح استخدم معجون اللعب، معجون اللي بنلعب فيه يلي عادة بنعمل منه أشكال. وبإيدي في معجونتين
كل وحدة لونها مختلف، معجونة حمراء وأخرى زرقاء. كمان في شي تاني مختلف، إنه في وحدة قصيرة في وحدة طويلة. معجونة الحمراء قصيرة والمعجونة الزرقاء طويلة، short long. رح استخدم المعجون حتى أعمل أشكال مماثلة وأشكال مختلفة. أكيد نحن محتاجين إنه نعمل أول شيء مثل خط، يعني من المعجون يلي فيه فينا نرسم الأشكال اللي بدنا إياها، ولازم نشتغل فيه بإيدنا. وأصعب يعني ننتبه أكيد ما نجوي تيابنا والأشياء اللي من حولنا، لأنه المعجون ممكن يعلق كمان على شعرنا. ننتبه ما نحطه على شعرنا. هلأ صار عندي المعجون الزرقاء، صارت طويلة كتير، يعني أطول من الحمراء بكتير. رح استخدمها لحتى أعمل شكل على الورقة اللي قدامي، شكل قلب. بتكون جالسة بس أنا بجهزها تتصير على شكل قلب، وبعدين بطويها بهيدا الشكل وبوصلها مع بعضها، بيصير عندي شكل قلب. رح أعمل المعجون الحمراء بذات الطريقة ورح أعمل فيها قلب، بس هيدا القلب رح يكون مختلف أو مماثل. خلينا نشوف. هيدا المعجونة قصيرة أقصر من المعجونة الزرقاء يلي كانت معي، رح جهزها كمان لأقدر أعمل فيها شكل قلب. وهلأ رح أعمل القلب مثل ما عملت قبل شوي، القلب الأزرق، ورح أطويها بهذا الشكل وأوصلها ببعض، ورح حطها قرب القلب الأزرق. وهلأ فينا نطلع ونشوف هل القلب الأزرق مماثل للقلب الأحمر؟ كلا، القلب الأزرق أكبر من القلب الأحمر، بعدين لون مختلف. هيدا قلب أزرق، هذا قلب أحمر، بيشبه بعض، شكل مماثل ولكن الحجم واللون مختلفان. انتبهنا كيف؟ الشكل مماثل بس الحجم، هذا القلب كبير وهذا القلب صغير، هذا القلب أزرق وهذا القلب أحمر. نحن فينا نعمل اشياء مماثلة. شو رأيكم اعمل قلب مماثل لهيدا القلب الاحمر يلي انا مسكته؟ رح جيب معجونة حمراء ورح اعمل قلب مماثل، يعني نفس اللون، هو لونه احمر، بجيب معجونة حمراء يعني لون مماثل، similar، والحجم كمان بدي انتبه انه يكون مماثل. وإذا المعجونة كانت كبيرة بقدر صغرها حتى يطلع الحجم كمان مماثل، similar. بدي رفعها مظبوط وأعمل لها شكلها حلو مالس. بعد بدي شوي صغيرة، بدي صغر هيدي المعجونة الحمراء ليصير عند القلب مماثل للقلب الأحمر يلي أنا عملته من قبل. وهلأ صرت جاهزة حتى أعمل القلب الأحمر. وهلأ خلينا نشوف هل القلبين الحمر مماثلين مثل بعضهم؟ نعم، القلب الأزرق مختلف، أكبر ولونه مختلف، نفس الشكل ولكن الحجم أكبر
هذا أكبر واللون مختلف، بس الأحمر مثل بعض مماثلين لبعضهم. وأنتوا كمان فيكن تعملوا أشكال تانية مختلفة أو مماثلة بألوان مختلفة أو ألوان مماثلة. هلأ رح نكون مع بعض مع أغنية الأرقام، وهيك منكون عم ننهي حصتنا لليوم لأنه وقتنا خلص، بس أنا رح أرجع ألتقي فيكن بحصة جديدة مع درس جديد. انطروني وما تنسوا ترجعوا تكتبوا الأشياء اللي تعلمتوها وتتذكروها دايماً. إلى اللقاء.